الحيوانات بدأنا نلاحظ ظهور مظاهر سلبية أو بتدل على الإهمال في هذه الحديقة، وبالتالي كان واجب تطوير حديقة الحيوان عشان تفضل تقدم خدمة متميزة للمواطن المصري. وكان توجيهات القيادة السياسية الحقيقة واضحة في هذا الإطار، بأن احنا بنطور حديقة أو بنطور الأصول المملوكة للدولة علشان نقدم خدمة متميزة للمواطن المصري، ده في كل المجالات. والحقيقة بنشوف كل قطاعات الدولة بتحط المواطن المصري على رأس أولوياتها، لأن هو ده الهدف الرئيسي، إن احنا نخدم المواطن المصري خدمة متميزة. علشان كده احنا قلنا لازم نطور حديقة الحيوان وتكون على الشكل العالمي وعلى المظهر العالمي اللي بيقدم أفضل خدمة وأفضل شكل لحدائق الحيوان عالميا. علشان نعمل الكلام ده طب احنا معلش قبل ما نروح للتفاصيل خليني اسال على الناس، الاقبال اللي كان على حديقه الحيوان وحتى كمان الاورمان، ولكن خلينا نتكلم على حديقه الحيوان دلوقتي. الاقبال قد ايه؟ كان قد ايه؟ وتراجع ولا زاد ولا ايه اللي حصل في الاقبال من الناس؟ احنا اقبال الناس، احنا لسه مستمرين في استقبال الساده الزائرين، ما بنقفلناش الحديقه علشان عمليه التطوير، ومستمرين بالكامل في استقبال المواطنين. صحيح احنا استقبال الزائرين بيكون يعني بشكل موسمي اكتر في خلال الاجازات او الاعياد، تحت الحديقه بقبول او برغبه الزياره من مواطني مصر، وبيجي لها من كل حد ونصابه في مصر الزائرين. انما ده لا يعني ان احنا بطلنا خلاص تطوير او مش محتاجين تطوير، بالعكس احنا محتاجين عمليه تطوير شامل داخل الحديقه علشان تقدم افضل خدمه ممكنه للمواطن المصري. وبالتالي متوقع زياده في اعداد الزائرين، متوقع ان احنا نقدم خدمه متميزه، فبالتالي بيجي لنا كام في يزيد السنه؟ الرواد. بنزورها كام في السنه لو عندنا رقم؟ لا الارقام يعني هتكون مش ارقام مؤثره الحياه قوي، وده اللي كان بيتسبب في التأخر أو إهمال الحديقة، لأن كان المورد المالي كان عائق على عملية التطوير. وبالتالي إحنا تم التوقيع أو جاري التوقيع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي علشان هي تتولى تكاليف التمويل، وده قد تصل إلى يعني مليار جنيه تقريبا علشان نقوم بعملية تطوير كامل للحديقة. ولكن أصول الحديقة وملكية الحديقة بالكامل ستظل ملكية وزارة الزراعة، سواء حديقة الحيوان أو الأورمان. الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية الموجودة داخل الحديقتين هيفضل موجود بالكامل. الحفاظ على المسطحات الخضراء والحفاظ على النباتات النادرة هيفضل موجود بالكامل. جملة المنشآت من عملية التطوير داخل حديقة الحيوان لا يتعدى 9%، خلينا نقول 1% على أقصى تقدير هيكون إجمالي مسطحات المنشآت بعد عملية التطوير إن شاء الله. دكتور محمد لو انا بتكلم دلوقتي على ايه اللي هيتعمل، ايه التطوير هيشمل ايه، هيعمل ايه، ايه اللي هيفرق في التطوير عن اللي موجود، ايه الاول الاهمال اللي حصل يعني نتيجه لايه، واخر تطوير حصل لحديقه الحيوان كان امتى؟ لا يعني حديقه الحيوان من منذ انشائها ما شفناش فيها عمليه تطوير شامل بتحدث. مظاهر الاهمال اللي حصلت، هنلاقي الحديقه تم استبعادها من التصنيف الدولي او من المنظمه الدوليه او الاعتماد الدولي لحدائق الحيوان، كان في 2004 تم استبعادها، لان طبعا الحديقه ما كانتش بتقدم الشكل اللي بيحافظ على الحيوانات او الشكل اللي بيقدم الخدمه للحيوانات وفقا لما يجاري بيئتها الطبيعيه، فده كان تسبب في ان احنا الحديقه يتم استبعادها. طبعا الحديقه متاثره بشكل كبير، ويمكن زوارها بيشوفوا يعني حجم الاثار اللي بتكون موجوده او شكل من اشكال الاهمال، رغم ان احنا بنحاول نقدم عمليات تطوير نرفع كفاءه، لكن لا تزال الحديقه محتاجه نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين فيها، وبالتالي كان لابد من تنفيذ عملية تطوير شاملة للحديقة. تتضمن بقى ايه؟ تتضمن ان احنا ننشئ اماكن ايواء للحيوانات جديدة، نطور الاماكن القائمة، نقدم او ننشئ اماكن تخدم الحيوان وتخليه كأنه عايش في بيئته الطبيعية، ودي اللي بنشوفها في الحدائق العالمية، بنشوفها في كل الحدائق الدولية، ده الشكل العالمي اللي موجود دلوقتي. علشان نعمل الكلام ده، ده محتاج تمويل كبير، وبالتالي تم الشراكة مع الهيئة علشان ننفذ عملية التمويل دي وننفذ عملية التطوير دي، ونستعين بأفضل الخبرات اللي ممكن تساعدنا في تطوير الحديقة بشكل كامل وبشكل جمالي، يساعدنا في ان احنا نعود الى المكانة الدولية ونحصل على او ننضم الى الاعتمادات الدولية المتخصصة في حدائق الحيوان، اللي بتؤكد ان احنا بنطبق معايير الرفاهية أو معايير الرعاية السليمة للحيوانات الموجودة داخل الحديقة.
طيب دكتور محمد، لو انا بتكلم دلوقتي على التطوير ده يشمل انه مباني مثلا، منشآت جديدة زي ما اتقال كده، فنادق او ابراج او كذا، ايه التطوير هيتم عبارة عن ايه؟ يعني هو الحقيقة عملية التطوير هتتضمن انشاء اماكن ايواء افضل للحيوانات، هتضمن الحفاظ على المسطحات الخضراء اللي موجودة، هتضمن ان احنا نخلي اماكن الايواء تكون بشكل مفتوح او يكون في بعض منها على شكل مفتوح، ويكون الزائر هو اللي بيشوف الحيوان في طبيعته في بيئته الطبيعيه. هتتضمن انشاء بعض الاماكن الخدميه، الاماكن التجاريه اللي ممكن تخدم على المواطنين في خلال زيارتهم للحديقه بما لا يتعدى اجمالي مساحه المنشات اللي هيتم انشائها 1% من الحديقه واقل، احنا بنتكلم في 9% من اجمالي مساحه الحديقه اللي هي كم مساحتها كلها؟ احنا بنتكلم في 38 فدان، ده اجمالي الحديقه يعني. فهيكون اقل من 1% هو فقط للانشاءات داخل الحديقه علشان نقدم خدمه للزائرين اللي